العلاقة مع بين مصر وبين الإمارات العربية، دولة الإمارات العربية، هي علاقة قائمة على أساس إنساني أولا، ولذلك هي علاقة قوية. جه بعد كده الظروف السياسية الاقتصادية الاجتماعية، لكن أساس إنساني. طبعا في فضل كبير يعود إلى المرحوم الشيخ زايد النهيان، اللي بيسموه اسم جميل قوي، زايد الخير. العلاقات قوية، وطبعا في عدد من المصريين هناك من ضمن أعداد كبيرة قوي جنسيات أخرى. في تبادل باستمرار، يعني بيعديش شهر ولا اتنين يا مسؤول في الإمارات يكون هنا في مصر، يا حد في مصر يكون في الإمارات. يعني العلاقة طيبة وإنسانية للغاية، والحقيقة هي نموذج يحتذى به. دولة الإمارات رائدة في مجالات التسامح وإشاعة السعادة في وسط الناس هناك، والبحث عن أن الإنسان يبقى راضي بالحياة. وزارتني مرة هنا وزير التسامح، وجابت وياها وفد متعدد الأشخاص من فئات كثيرة في المجتمع الإماراتي. شيء حلو وشيء طيب جدا، والإمارات بتحاول وناجحة في كده أنها تقدم نفسها صورة ونموذج ومثال للعالم كله. التسامح في أن الدولة في الإمارات تقدم لكل واحد المكان اللي يعبد فيه شيء مذهل.